فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشرع لي عند سكني في بيت جديد أن أذبح ذبيحة وأدعو إليها الناس تقربا لله وشكرا لنعمته؟ لا، هذا ما هو بتقرب ولا هو بعبادة، هذا من باب الفرح والسرور وإكرام أصدقائك، ما هو بتقرب. أما لو ذبحت لأجل سكن البيت هذا يعتبر من مشابهة اللي يذبحون لطرد الجن وما أشبه ذلك. نعم.